اهلا بكم حبايبي في كيتي سكوكين. كالوس ريسيتا تو كانال من كيتي سكوكين. تعالوا نعمل مع بعض النهارده العزيزيه بجوز الهند بدون مكرونه زي بتاعه المحلات، والطعم والريحه المصريه الجميله. سمره دكانو براديسياكو غلاطو بيتا خريص فيلو ميكاريدا مي بارا بولي اوري كي بولي نوست. المكونات بتاعتنا سهله جدا. عايزين لتر حليب اللي هو اللبن، يعني 150 جرام سكر، 100 جرام نشا، معلقتين كريم شانتيه، معلقتين جوز هند وفانيليا، ومعلقة سمنة علشان الوش. وانا هعمل شوية بزبيب وهيطلعوا طعمهم حلو جدا وهتشوفوه. تالي كاما سيني انا لتر غالة كتوم بنيدة غرامانيا زاخري كتو غرام ماريا كورن فلاور، 2 كوتاليس صديقي، 2 كوتاليس كاريدي، 1 كوتالي فانيليا، 1 كوتالي فوتورو، 1 طبعاً بابان. في حلة قبل ما نحطها على النار هنحط كل المكونات بتاعتنا. هنحط الحليب والسكر وجوز الهند والكريم شانتي والفانيليا وهنقلبهم مع بعض، وبعد كده هشيلها وحطها على النار. Σε μία κατσαρόλα θα βάλω όλα τα υλικά. Θα βάλω γάλα, ζάχαρη, το κορνεφλάουαρ, τη σαντιγί, καρύδια και βανίλια, και θα το βάλω πάνω από τη φωτιά. Το ανακατεύω πάρα πολύ καλά και μετά σε φωτιά, σε χαμηλή φωτιά θα ανακατεύω συνέχεια μέχρι να πήξει την κρέμα. Άλλα νόρ, هفضل اقلب كويس جدا لحد ما الكريمة تمسك معي. هجيب الفرم الصغيرة وهحط الفرم، هتطلع برضو أشكال حلوة. وفي الفرم دي هعمل كمان، أحط فيها زبيب وهتبقى بطعم الزبيب حلوة جدا. سي مكريش فرم سيكيك ثبالو مينا كوتالي زي ميشولو متا ثفيرو تيمهغالي θα βάλω και μέσα σταφίδα και θα βάλω και από πάνω πάλι λίγο κρέμα μέχρι να το απολύψω όλο. Χατίτ ζιμπί φίνος και θα πτήτει να χωτ καμέν κρέμα μεν φω και ασέβει βυσσάχα μάλα. Φί σνέια μαδουνα σάμνα θα χωτ بإيد الكريمه العزيزيه وابتدي بالسباتولا او بالفرشه أساوي وشها كويس جدا. سي مغالو تبسي ثا فالو توي بولبو كي مي تي سباتولا ثا ابلوسو ليغو تي انفانسي تو نا تو كانو اولو ايسيو كي اولو اومورفو اتسي اكريفوس. بي الفرشة او السباتولا ابتدي اساوي الوش، و هجيب كمان السمنة السايحة وأدهن وشها. وكده طريقتنا خلصت، سهلة جدا سريعة جدا، مش بتاخد منك وقت وبتطلع طعم زي بتاع مصر بالظبط. كده فيرو فوتر اليومينو ثفالو بانو سي اولو تو تابسي كده تو فالو ستو فورنو كاتون خدون دا يعنى تترتو بولي 180 درجة لمدة ربع ساعة وبيطلع بالشكل التحفة دوا. تعالوا نقطعها مع بعض وتشوفوا ازاي متماسكة وازاي حلوة، والريحة والطعم فعلا فعلا يستحق ان انتوا تجربوها. هني بارا بولي اوري كي بولي نوستمو بولي افراتو كي بولي افكول جليكو. شايفين شكله حلو ازاي؟ وكمان اللي في الفرن كمان شكلها حلو جدا. بنقلبها وهنشوف مع بعض. بصوا الشكل والطعم فعلا يستحق التجربة. اني بارا بولي اوري جليكو بولي اف كله ناتو دي كيماستي اني بولي اوري دروبو اني بارا دوسياكو يبتياكو دروبو
دي طريقة مصرية سهلة حلوة جدا، جربوها وبالهنا والشفاء. وشكرا لكم. فارستوبولي كيكاليسا شاركس. لو عجبتكم الوصفة معايا النهاردة وعجبكم الفيديو، ياريت تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا فيديو مصيمة كانوا لايك سبسكرايب.